السلام عليكم، نلتقي مجددا لتقديم خاصية المضلعات الاعتيادية متوازي الأضلاع المستطيل المربع والمعين. نبتدئ بمتوازي الأضلاع، وهو رباعي محدب له 4 زوايا، 4 رؤوس وأربعة أضلاع وقطرين. كل ضلعين متقابلين متقيسين، AB يساوي DC، والمسافة AD تساوي المسافة BC، يعني كل ضلعين متقابلين متقيسين في المسافة. لدينا كل حاملي ضلعين متقابلين متوازيين. لدينا المستقيم AB يوازي المستقيم CD، والمستقيم AD يوازي المستقيم BC، يعني كل حاملي ضلعين متقابلين متوازيين. لدينا أيضا O منتصف قطريه، يعني أن قطريه يتشاركان في منتصف واحد، يلتقيان في منتصفهما. OA يساوي OC و OB يساوي OD، يعني أنهم يتشاركان في المنتصف، لهما نفس المنتصف، يعني أن القطرين لهما نفس المنتصف، ويمكن رسمه انطلاقا من قطره فقط. لدينا كل زاويتين متقابلتين متقيستين، DAB يساوي القياس BCD، و ABC يساوي القياس ADC، يعني أن كل زاويتين متقابلتين متقيستين. ثم نمر إلى المستطيل. وهو متوازي أضلاع وله 4 زوايا قائمة. جميع الخاصيات التي توجد عند متوازي الأضلاع توجد في المستطيل، لكن له 4 زوايا قائمة، وهذه 4 زوايا قائمة تزيده بعض الخاصيات. لدينا AC يساوي BD، القطرين متقايسين، و OA يساوي OC يساوي OB يساوي OD، يعني أن O هو مركز دائرة تمر برؤوس المستطيل. O مركز دائرة تمر برؤوس المستطيل، يعني المسافة OA تساوي OB تساوي OC تساوي OD، وهذه تلك المسافة هي شعاع دائرة تحيط بالمستطيل، يعني أن القطرين متقيسين ولهما نفس المنتصف. بالمسطرة يمكن أن نتأكد من ذلك، نرى أن لهما نفس القياس. ثم المستطيل له محوري تماثل، وهما المستقيمين المرسومين بالأحمر في الشكل، كل واحد يمر من منتصفي ضلعيه المتقابلين، كل واحد يمر من منتصفي ضلعيه المتقابلين. ثم نمر إلى المربع. المربع جميع أضلاعه متقيسة، له 4 محاور تماثل، A B يساوي C D يساوي B C يساوي A D، وله 4 زوايا قائمة. كذلك قطره يتقاطعان في منتصفهما ومتقيسين، القطرين متقايسين ويتقاطعان في منتصفهما. لدينا المسافة OA تساوي المسافة OC تساوي المسافة OB تساوي المسافة OD، يعني أن O مركز دائرة، بحيث OA أو OB أو OC أو OD هو شعاعها ويحيط بالمربع، تحيط تلك الدائرة بالمربع.
إذن نقول أن له قطرين متقايسان ولهما نفس المنتصف ومتعامدان ومتعامدان. قطره متعامدان ولهما نفس المنتصف. إذن يجب وجميع نلاحظ أن له 4 زوايا قائمة، يعني أن كل زاوية متقابلة متقايسة ومجموع الزوايا تساوي 360 درجة، كل الرباعيات مجموع زواياها تساوي 360 درجة. ثم نمر إلى المعين، والمعين رباعي مجموع زواياه يساوي 360 درجة، له 4 أضلاع متقايسة، قطريه متعامدين في منتصفهما، لدينا AB يساوي CD يساوي BC يساوي AD، يعني له 4 أضلاع متقايسة، ولدينا AB يوازي CD و BC يوازي AD، يعني كل حامل ضلعين متقابلين متوازيين. ثم لدينا OA يساوي OC يساوي OB يساوي OD، يعني أن لدينا OA يساوي OC و OB يساوي OD، يعني أن القطرين يتقاطعان في منتصفهما ومتعامدان في O. لدينا كل زاويتين متقابلتين متقايستين، لدينا DAB تساوي BCD و ABC تساوي ADC، يعني أن كل زاويتين متقابلتين متقايستين. قطريه هما محور تماثله، قطريه هما محور تماثله. وهكذا نأتي إلى نهاية هذا الملخص، إلى اللقاء، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.